نتكلم النهارده على التسمم الغذائي الفيروسي، وبتشمل انواع التسمم الغذائي الناتج عن الاصابه بعدوى فيروسيه عن طريق الطعام، فيروس التهاب الكبدي او النورو فيروس، وفيما يلي اهم المعلومات اللي بتتعلق بهذين الفيروسين. نمره واحد، فيروس التهاب الكبد الف، وبتشمل الاطعمه اللي بتشمل مصادر محتمله لفيروس التهاب الكبد او محار الني او غير المطبوخ جيدا، او مياه الشرب الملوثه والاطعمه المبرده المطبوخه مسبقا والتي لم يتم اعاده تسخينها قبل استخدامها. بتظهر الاعراض من 15 ل 50 يوم وتستمر لمده شهرين او اقل، لكن في بعض الحالات قد تستمر لمده تصل لستة اشهر. تشمل الاعراض المحتمله اسهال وغثيان وبول داكن والبراز فاتح اللون واصفرار الجلد او اليرقان والم في المعده والم في المفاصل وفقدان الشهيه، ويجب مراجعه الطبيب في حاله الشك بالاصابه بالالتهاب الكبدي. النورو فيروس بتشمل الاطعمه اللي هي ممكن تكون مصدر محتمل للنور فيروس، المحار او اي نوع من الاطعمه اللي لمسها اشخاص مصابون، وبتظهر الاعراض في غضون من 12 ل 48 ساعه وتستمر من 1 ل 3 يوم وقد تمتد حتى 6 ايام. بتشمل الاعراض المحتمله الاسهال المائي او الدموي والغثيان والقيء والام المعده، ويوصى في حالة الإصابة بالإكثار من شرب السوائل وأخذ قسط كافي من الراحة واستشارة الطبيب. التسمم الغذائي الطفيلي، ممكن تنتقل الطفيليات عن طريق الغذاء مسببة حالة من التسمم، من أنواعها الشائع انتقالها عن طريق الطعام اللي هي بقى زي الديدان الجيارديا والسايكلوسبورا والديدان المستديرة والديدان الخيطية. ومن الأمثلة على الأطعمة اللي تمثل مصدر محتمل للطفيليات اللحوم والاسماك النيئه او غير مطبوخه جيدا، عشان كده بنقول دايما لازم نسوي الاكل كويس. النباتات البحريه النيئه، الخضروات النيئه الملوثه، وتشمل اعراض التسمم المرتبطه بعدوى الطفيليات الاسهال والم في البطن والسعال والام العضلات. في بقى هنا بنتكلم في الاخر على اخطر انواع التسمم الغذائي. بيعتبر التسمم الغذائي الناتج عن الاصابه ببكتيريا المطصيه الحاطمه او الكولوستريديوم بيرفرينجرز، نوع نادر غير شائع لكنه خطير ومهدد للحياه. وبيحدث التسمم مرتبط بالبكتيريا المطصيه الوشيقيه، واتكلمنا قبل كده على الكولوستريديوم بالتفصيل، بسبب السموم الوشيقيه التي تنتجها غالبا ما توجد في التربه والرواسب في المسطحات المائيه، لكن يمكن ان يحدث التسمم الغذائي بها عن طريق الغذاء بسبب تناول اطعمه معلبه بشكل غير صحيح منزلية أو تجارية. تؤثر السموم الوشيقية أو البوتيوليزم سبورز على الجهاز العصبي وتسبب أعراض ومشاكل صحية خطيرة، بتشمل شلل العضلات، عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة والدوخة والضعف وصعوبة التنفس، وبتشمل خطوات علاج التسمم الغذائي الناتج عن البكتيريا المرصية مساعدة المصاب على التنفس. وقد يستلزم الامر استخدام جهاز تنفس الصناعي لمده اسابيع او اشهر بسبب شلل عضلات التنفس. ومضادات السموم، وبيوصى في حاله الشك بالاصابه بهذا النوع من التسمم بطلب الرعايه الطبيه على الفور. يبقى احنا اتكلمنا على نوعين اساسيين من التسمم، التسمم بالمعادن الثقيله والتسمم بحاجات بقى ميكروبيه زي ما قلنا البكتيريا والطفيليات والفيروسات والطفيليات اللي هي زي الديدان. مع السلامه.